فاجعة ديال سيدي علال بحراوي هي فاجعة جد محزنة. حنا كمغاربة كنا بقى فينا الحال، ولكن اللي كنقول وديما نعاود نقول حنا كنا مسؤولين على هذا الشيء. نكثروا من مسالك الإغاثة، راه هاد البنت اللي تحرقت راه بقات فينا، راه بحال ختنا بحال البنت ديالنا. المغاربة كلهم مسؤولين على الحدث، نكثروا مسالك الإغاثة، نديروا وسائل المراقبة، بزاف ديال الحوايج. أنا بعدا والله العظيم إلا بقات في هذه الفاجعة، وكنتمنى ما توقعش مرة أخرى. ديك البنت تألمت ليها بزاف، لأن أنا اللي كنشوفه أنها ضحية إهمال، لأن من بعد التحقيقات وهذاك الشيء تبين بأن هذوك الناس كانوا كيلعبوا الكارطة اللي هما مسؤولين على أنهم يطفئوا الحرائق، وعيب. يعني في حنا دابا في 2019 داخلين على 2020 والبومبية الناس كيعيطوا ليها وكيقطعوا، حيتاش بليزيور كومونتير ديال الناس قالوا بان راه كنعيطوا وكتكوبا كتقطع. دونك شنقول لك، البنت الله يرحمها والله يوسع عليها، وتنتمنى لوالديها زعما الصبر والسلوان فيها، وربي يعوضهم، وهي مشات للجنه. اللي كيتحمل المسؤوليه هما الناس المسؤولين، يعني ما نعرف الوقايه المدنيه تنظن، وبزاف ديال المتدخلين اللي هما لهنا، حتى من الناس لهنا. بالنسبه لي انا، حتى ذاك الانسان اللي صور الفيديو راه عيب، لان في فرنسا ولا هادي كاين اون لوا ديال نو اسيستونس ا اون بيرسون اون دونجي، يعني يحزوا في القلب ان واحد كيصور واحد البنت كتحرق. ذاك الصباح انا شفت ذاك الفيديو ديال ديك البنت اللي تحرقات، داز عندي النهار ما قدرتش نصبر، بقات فيا بزاف، تألمت. وبساكن اللي غادي يعانيو بزاف هما والديها، الله يرزقهم الصبر. هما بساكن اللي غادي يعانيو ما غيعقلوش على هذا العيد وهذا، الله يرزقهم الصبر. واحد اللي عنده وليدات صغار ويحاول ما يخليهمش بوحده في الدار، ورد ليهم ديما البال. وبحال هاد الشارجور اللي خرج على الدريه، الواحد ما يبقاش يدخلو لما حالو، بحال دابا الشارجور اللي ما كانش دور يجي الواحد، انسان ما يدخلوش لدارو، ودراري صغار صعاب مسؤوليه، خاص الواحد يرد ليهم البال ويحديهم. اللي يتحمل المسؤوليه الانسان اللي شافها كتحرك كان يقدر يدير واحد المجهود ديالو، بحال مثلا يخوي عليها الماء، يدير مجهود بعدا، ما يبقاش غير يبارك ويشوف فيه كاكود البومبيه اللي تعطلوا. شويه غيبقى في كل حال شويه، ولكن لا ما غاديش تقدر تغير هادشي اللي وقع. ضروري فول سيكوريتي، ضروري خصو يكون سيكوريتي في الباب، ما يكونش داكوك فارمي، ضروري يكون فول سيكوريتي ضروري. اللي تيتحمل المسؤوليه هما الاولين هما والديها. والديها اللي شارين شارجور فوق ب 25 درهم، والدار مشات ب 25 مليون ولا 30 مليون. والدرجه الثانيه البومبيه كانوا خادوا عبره من درب خالد، لك عقلتي تحرق كراج، وكانوا تحرقوا كانوا ما تشوفين الناس تعتق الراجل ديالهم، من تما خذوا البومبي. دابا كتعاد بومبي كيجي يكسر بلاص. بالنسبه للفيديو ديال هيبه اللي تحرقات، اللي ألمنا كاملين، هو تتقسموا مجموعه ديال الادارات ومجموعه ديال الناس. اولا لي شارجور اللي دخلوا من الميناء، اداره الجمارك تدخل لنا واحد السلعه اللي ما مراقباش، السلعه ديال الشينوا اللي تتحرق، وهذا الشيء ما تنشوفوش في اوروبا. ثانيا الوقايه المدنيه اللي ما جاتش في الوقت راه عندها واحد المسؤوليه كبيره. ثالثا الرخصه ديال البناء اللي تعطات العماره، تنشوفوا بان العماره في الدار البيضاء مثلا ما عندهاش سلم ديال الاغاثه، الا غير واحد في الدوزيام ولا التروازيام وقع له شي مشكل، العماره كامله غادي يوقع لها، غادي ممكن تحرق. بالنسبه للمساله الثالثه، هو واش عندنا في الدولة المغربية واش عندنا فورماسيون للشباب تيتفورماو على الإسعافات الأولية؟ حتى هاد البنت إلا نقدناها واش ممكن أننا إلا تخنقات ولا واش ممكن أننا نديرو لها الإسعافات الأولية؟ هذه واحد المجموعة ديال الإدارات اللي تتحمل المسؤولية، وهاد الحديث هذا نبغيو أنه ما يتكررش. هذيك الدرية هيبة أخويا راه بقات في الجامع، صراحة تقال هو تحمل لمن كان الوالدين والدولة. هادشي نقولوا في نطاق، حيت الوالدين خرجوا وخلاو هذيك الدريه في الدار، ما يمكنش. هذا ما كان اخويا، واش نتمناو اخويا من هاد الشينوا اللي دخلوا هاد البلاد هادي بالعربيه، الشينوا هما اللي خرجوا عليها. من الاولى شارجور كيدير 1000 فرنك تيتباع شي شارجي شارجورات كاملين، راه بزاف هاد الشيء هذا. واخويا تنتمناو من هاد الشيء يتحيد، ما يبقاوش هاد الشارجورات وهاد الشيء، راه ولينا تنسمعوا هاد الفئات هادي بزاف. ماشي هاد الدريه هي مسكينه، وقعت فينا مسكينه هاد الدريات. اثرت فيا صراحه، يعني اي واحد راه يشوف هذاك الفيديو راه غيبقى في الحال، وغادي اي واحد غادي اثر في هذا الشيء هذا، لان بحال اختك بحال العائله ديالك، بحال اي بحال شي وحده من العائله. هذاك الشيء القدر ديال الله،
داكشي القدر ديال الله، حتى واحد ما غيتحمل المسؤوليه، لان الشارجور كيتشارجا والتليفون كيتشارجا، ممكن توقع اي واحد، ماشي غير هاد السيده هادي، اي واحد ممكن يوقع ليه هادشي. بالنسبه لذاك الفيديو اش نقول لك، احساس راه واحد الاحساس كما غيحس به اي انسان، فهمتي، من جانب انساني ولا فهمتي، بزاف د الحوايج. يعني انا حسيت بواحد الاحساس، يعني كتحس بالشفقه وبزاف د الحوايج، واحد الاحساس ما يمكنلكش توصفه، فهمتي، كتحط راسك بلاصه والديها، بلاصه ما، بلاصه بزاف د الحوايج. السبب راه تقريبا كنتحملوه كامل، ولكن السبب الرئيسي وفهمتي هما الوقايات المدنيه، فهمتي، اللي تعطلوا فشحال ديال الوقت الدريه كتحرق على خاطرها وفهمتي، وتا شي واحد ما ساق ليها الخبر، وهذا راه مشكل كبير اخويا، وخاصنا نديروا له شي حل.